كايو، كيف كانت بدايتك مع العين ومنو شجعك انك تشترك في الدوري المحلي؟ سعيد جدا بتجربتي مع العين ولم أتردد أبدا في قبول العرض الرائع للانضمام إلى الفريق. شو الصعوبات اللي لقيتها من بدايتك في الدوري؟ الصعوبة الوحيدة التي واجهتها هي سرعة التأقلم. طبعا هناك فرق بين الثقافة البرازيلية وبعدها اليابانية ومن ثم القدوم إلى الإمارات. كايو، الموسم الماضي شاركت في 29 مباراة في كل البطولات، وهذا الموسم 9 مباريات وسجلت 16 هدف، شو طموحك مع العين؟ تجربتي مع العين أعتبرها ناجحة، والموسم الماضي كان رائعا، وككل لاعب أتمنى التتويج بالألقاب. السنة الماضية أنهيت الدوري في المركز الرابع، هل هذا وقت نقول أن العين بياخذ بطولة الدوري؟ الكل يجتهد في الفريق لتحقيق النتائج الطيبة، ونسعى بطبيعة الحال إلى تحقيق لقب الدوري، ونحن ننافس بقوة من أجل ذلك. كيف كان إحساسك بضياع الآسيوية الموسم الماضي، خاصة أن كان باقي لكم مباراة واحدة وتحصلون على اللقب؟ تألمت كثيرا بعد خسارة اللقب الآسيوي. الوصول إلى النهائي والاقتراب من الحلم كان فرصة لا تعوض. اجتهدنا كثيرا، وكان الوصول إلى النهائي نتاج تعبنا طيلة السنة، لكن البطولة لم تخترنا. من صديقك المفضل في العين؟ تربطني علاقة قوية مع دوغلاس لأنه من نفس البلد، بالإضافة إلى عموري وأسماء أخرى. كايو، مستواك ما عاد نفس ما كان قبل، هل تأثرت بغياب عموري في الفترة الأخيرة، خاصة أنكم ثنائي العين المذهل؟ عموري لاعب مميز، وطبعا تواجده إضافة كبيرة، لديه الكثير من الإمكانيات، واللعب بجواره مكسب كبير. متى بنشوف كايو ينافس على لقب هداف الدوري؟ لا تهمني كثيرا المنافسة على لقب هداف الدوري، وإنما مساعدة فريقي هي الأهم. هل عندك أصدقاء من المحترفين في الدوري من خارج العين؟ لدي أصدقاء خارج نادي العين، وأغلبهم من البرازيل، أما أبرزهم فكايو وليما من الوصل. المنافسة في الدوري قوية، وأبرز الأندية هي الوصل والوحدة، هما فريقان يضمان أبرز الأسماء والنجوم. برايك منو أفضل الأجانب في الدوري هذه السنة؟ أقول فابيو ليما هو لاعب مميز ولديه إمكانيات رائعة، ونجم برازيلي ويقدم الكثير لفريقه. من أفضل المحليين من وجهة نظرك؟ عموري. من اللاعب اللي تحس إنه ينافسك دائما على الأرقام والأهداف؟ أيضا ليما. الفرق بيننا هو أنه يحمل الرقم 10 وأنا 7، لكننا نتنافس في خانة الهدافين وحتى في صناعة الأهداف. في الجزء الثاني من لقاء كايو فرنانديز تحدث عن منتخب بلاده وعن أبرز المنافسين له في كأس العالم، وشو قال عن كارلوس إدواردو نجم الهلال الغائب. نتابع. كلاعب برازيلي، هل سعيت أنك تلتحق بالمنتخب؟ لم أحظى بفرصة اللعب للمنتخب البرازيلي الذي يضم خيرة الأسماء، وأتمنى أن أمثل بلدي في يوم من الأيام. أفضل لاعب لعبت معه في خلال مسيرتك؟ أشكي واموري. أفضل مدافع واجهته؟ كومباني. أفضل مدرب مر عليك؟ تونيو سيريز. لدي الشرف لأتدرب على يد مدربين قديرين، وأخص بالذكر مدربي نادي العين الذين منحوني أفضل الفرص. مثلك الأعلى في عالم كرة القدم؟ نيمار.
فريقك العالمي المفضل؟ مانشستر سيتي. المنتخب البرازيلي يقدم أفضل المستويات ويضم نجوما رائعين بحضور نيمار وكوتينيو وغيرهم. برأيك هل تعتقد أن المنتخب البرازيلي رح يأخذ الكأس؟ yes. زي منو الفرق المنافسة؟ بلجيكا، إسبانيا، هناك منتخبات كثيرة ستنافس بقوة في كأس العالم. نعم نعم، فرنسا أيضا لها حظوظ. شو تعرف عن الكرة السعودية؟ هل تتابعها؟ أتابعها من خلال تواجد نجم الهلال البرازيلي إدواردو، هو يقدم أفضل المستويات وتربطني به صداقة قوية.